قبل انطلاقة مباراة اليوم في هذا اليوم الكبير بالتأكيد في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. بورتو برشلونة. بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في لقاء اليوم. بداية أحداث اللقاء. على الطاير. كان على وشك استغلال هذا الخطأ. فاتت ومرت وصلت إليه. يشير الحكم إلى كورنر. كريستيانو ضربهم كواهم أحرق مرماهم. ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. ضغط قوي وينجح في استعادتها. دانيلو بيريرا. الآن إمكانية المرتدة. سواريز. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يلعب كرة داخل الصندوق. إيفان ماركانو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. هيريرا لمسة على اليسار. سواريز. كرة على الأطراف. مساحة خالية على الجانب. يسقطه أرضا. يبحث عن زميله. مرت الكرة. يعدي والكرة في الشباك. جول. انهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. هيريرا. سواريز. لويس سواريز. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. كرة من جهة اليمين.
جوردي ألبا في انطلاقة قوية من الجهة اليسرى، فرصة للتسديد، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعال ليونيل ميسي، لن تسبب أي إزعاج الحارس. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول، يمتلكون السيطرة الكاملة الآن، عليهم الاستمرار في فرض الأسلوب طيلة شوط المباراة الثاني. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء ينجح في المرور كريستيانو رونالدو، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. ليونيل ميسي لم يكن محظوظا، جهد رائع جدا برغم إمكانيات العالية، لكن بصراحة مع وجود هذا الضغط الكبير هذا الكم المدافعين لا يمكن له أن يمر. بيريرا في انتظار التمرير الآن، دانيلو بيريرا، جوردي ألبا على تنفيذ الخطأ، بطاقة صفراء مستحقة. كريستيانو رونالدو، كرة طولية في المساحة الخالية، إشارة موجودة وتسلل، كريستيانو رونالدو تحرك سريع إلى الأمام، وين هالتمرير الآن؟ يلعبها داخل، نيمار يحاول مجددا، يا سلام أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. هيريرا، أوليفر توريس، يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة، ينطلق إلى الأمام بسرعة، يندفع بقوة إلى الأمام، تسديدة من أول لمسة، ليس في هذه المرة الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. كريستيانو رونالدو أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كرة طويلة إلى الأمام، كرة والتسديد، الكرة في الشباك، هدف، تسديدة مدوية، لا أظن أنه سدد أقوى منها من قبل. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. هنا كرة، هذه ضربة رأسية وينجح في تسجيل الهدف، أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة.
أحرزوا هدف، لكن لا يزال الطريق صعبا للغاية. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، جوردي ألبا يعمل كل شيء في الجهة اليسرى، غير قادرين على إيقافه اليوم. جوردي ألبا لديه الفرصة الخطيرة، وكرة في اتجاه المرمى، جول! بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. يتعثر ويفقد توازنه. إيفان ماركانو. اندفاع قوي من بوسكيتس. يلعب كرة على اليسار، قطع مسافة كبيرة بالكرة، فرصة سانحة للتسجيل. تسديدة في اتجاه المرمى، إبعاد رائع من الحارس. لويس سواريز، الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. تغيير سيتم في هذه الأثناء، اللاعب جاهز تقريبا عند نيمار. وصلت إلى نيمار، يجرب التسديد مرة أخرى، الكرة داخل الشباك. وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. سيطرة كاملة لفترات متواصلة في هذا اللقاء، استفادوا أيضا من الفرص المتاحة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات.